سيرش. دلوقتي عاوزين نعمل بحث عن البيانات واحنا شغالين، فعايزين نعمل ايه؟ دي الشاشه بتاعتنا اهي، عايز لما ادوس على شو ديتا يبقى في هنا فوق مربع نص ابحث جوه منه بالاسم وجنبيه زرار سيرش. طبعا انا ممكن اعمل بحث بالاسم والادرس والسالر كل حاجه، لان كده كده ماي سيكوال لايك بالتحرك زي الفل. يعني الاوبشن بتاع السيرش ده بتاعك انت، عايز تعمله بالاسم بس براحتك، عايز تعمله اسم وادرس وكله براحتك، اعمل اللي انت عايزه، واخد بالك من الفكره؟ طيب تعال نجرب مع بعض، تعال نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا، ده الملف بتاعي، طبعا هروح على شو ديتا. الداله شو ديتا فين؟ اهي شو ديتا اللي بتظهر الفورم. هدخل بقى اكمل شغل في الفورم دي. شغلي هنا هيكون قبل الجدول وبعد الجدول في نفس الوقت. ليه؟ لازم تبقى فاهم، ده الجدول، السطر ده هيحط لك الجدول على الشاشه. فانا عاوز التكست سيرش والباتن سيرش يكونوا قبل الجدول، فبالتالي هعملهم قبل الجدول. تعالى مثلا نعملهم في الجزئيه دي هنا كده. تمام؟ هعمل ايه؟ هعمل الاول فريم للسيرش عشان احط فيه التكست والزرار بدل ما يبقوا تحت بعض، يبقوا جنب بعض احسن. ادي ايه؟ اف اندر سكور سيرش. تمام؟ ده الفريم بتاع الايه؟ بتاع السيرش. تمام؟ ده بيساوي ايه؟ بيساوي فريم من الادوات بتاعتنا. اهي هيتحط فين؟ طبعا في الاف ار ام اندر سكور داتا، ده مفروغ منه. خلاص؟ بعد كده هعمل تكست وباتن هحطهم فيه، فده الاف ايه؟ سيرش. هعمل تي اكس تي، تي اكس تي سيرش. تمام؟ وهعمل بي تي ان سيرش اهو، بي تي ان سيرش. ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي تكست بوكس هيتحط على الاف سيرش، وده بيساوي باتن هيتحط على الاف سيرش ويتكتب عليه سيرش. حلو. طيب بعد كده اعمل لهم جريد، هنده عليهم واعمل لهم جريد التي اكس تي سيرش ماله دوت جريد. دوت ايه؟ جريد. الرو بتاعك هو زيرو طبعا في البدايه، الكولومن بتاعك هو زيرو. تمام. والتاني نفس القصة بس الكولومن تاني واحد، وده ايه اللي هو البي تي ان يعني. تمام كده؟ حلو. وفي الاخر الاف سيرش بتاعك ده دوت باك يتحط على الفورم. فتقوم لو جيت تعمل زيب وتشغل تيجي تدوس شو طلع لك في الاول اهو. طيب عايزين نكمل شغل بقى. هنا هعمل ايه؟ خلاص انا كده خلصت الجزء الخاص بان انا احط الادوات على الشاشه، وموجوده معاك تي اكس تي سيرش والبي تي ان سيرش، فخلاص تقدر تبرمج ده. وما عملتلهمش باك، ده انا عامل لهم جريد بعد التعريف، فهم ممسوكين معاك. هاجي بقى هنا تحت التيبل. ليه تحت التيبل؟ لان هنا انا هحتاج التيبل في السيرش، هحتاج التيبل. عرفت ازاي؟ انا في السيرش هحتاج التيبل، فاجي ابرمج الداله بعد التيبل. ديف داله مثلا نسميها ايه؟ نسميها فان اندر سكور سيرش، دي الداله. تمام؟ ودي الداله اللي انت هتديها للزرار، ما تنساش اهو. فين؟ البي تي ان اندر سكور سيرش دوت كونفج كوماند بتساوي الداله دي. ده الكوماند بتاعك. تمام. الداله بقى بتاعت السيرش هتعمل ايه؟ هو ده الشغل بقى. هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل متغير اسمه اس بسيط جدا، بيساوي هجيب اللي جوه التي اكس تي سيرش دوت جيت. كده انا بقى معايا جمله البحث او القيمه اللي الراجل دخلها في مربع النص بتاع البحث. خلاص؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل اعمده زي دي بالظبط وصفوف زي دي بالظبط بس للسيرش. يعني هاخد دول كده كوبي واحطهم جوه الداله بيست، بس هغير بقى. بمعنى دي كولز سيرش
ودي روز سيرش، دي مش هغير فيها حاجه، الاعمده زي ما هي. اما دي بقى اللعب فيها، اللعب ايه فيها، هكمل. وير 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 ايه وير ان الامبلوي اندرسكور نيم يكون لايك وادي اتنين سنجل كوت وجواهم اتنين علامة في المية، وجوه هنا احط الرمز بتاع النص بتاع السيرش، اتنين دبل كوت اتنين كونكاتينيت وادي الاس. لغاية كده تبحث بالاسم بس، ممكن عايز تبحث بحاجة تاني تكمل بقى مسافة، اور مثلا الادرس يكون لايك ونفس القصة، اتنين سنجل كوت وادي اتنين علامة في المية بتاعت سيكوال بقى، وهنا احط ايه جملة البحث هي هي. يعني انت هنا التحكم في البحث براحتك، تعمل اللي انت عايزه. خلاص يبقى انت كده بتبحث في العنوان والاسم اور كذا براحتك، يعني عايز تبحث فيهم كلهم حاجه ترجع لك انت. دي الجمله بتاعتك خلاص خلصتها، يبقى انت كده معاك كل حاجه. فاضل لك ايه؟ فاضل لك تفوق الجدول تظبطه يا تي بي ال. على فكره انا هغير بياناتك دوت تشينج اندر سكور داتا، مش ده اللي انت عامله وبتستخدمه اهو؟ ماشي، هغير بياناتك، هديك هنا الكولز سيرش كوما، وهديك الروز سيرش اهو، سيرش اهو كده خدت السيرش بتاعك. بعد كده عايزك تعمل لي بايند يا تي بي ال دوت بايند. بعد كده هحط لك الكونفيجريشن هو هو ده اللي هو البي جي اول والاف جي اول والفونت اول عشان تبقى بنفس التنسيق بتاعك اهو. خرج دي بره كده ودخل دول جوه كده بس، وادي سيف. تعالى بقى نشغل ونجرب الكلام ده. تمام، دوس شو داتا، تعالى اكتب لي ايه حرف الاي ودوس سيرش، جاب لك اللي فيهم حرف الاي بس. لو انت شلت كل اللي موجود في مربع النص ودوس سيرش هيجيب لك الكل، دي حاجه معروفه في البحث. هكتب مثلا حرف العين ميم، دوس سيرش اهو جاب لك عمرو وعمار. هكتب مثلا حرف الايه، دوس اهو جاب لك حرف الايه، ياسر ياسر، وهنا في جيزه خد بالك، مش الاسم بس، في جيزه، في الجيزه هنا فيها الفيوم فيها، واخد بالك. طيب حرف الاتش ودوس، بص احمد هاني. حرف الدي دوس اهو. حرف الجي جاب لك كل جيزه، واخد بالك. حرف السي دوس جاب لك كايرو، واخد بالك، مع ان مفيش سي. وهكذا كده انت بتعمل ايه، بتعمل سيرش كده. بفضل الله عملنا سيرش في الاسم والعنوان بكل سهوله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك، طب عملت لايك، ده دوسه دوسه اشتراك، عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا، عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك. وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.